السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعاده في فيديو جديد. واليوم نتقابلوا في الريفيو نتاع الام اي سي دي اس 300. الام اي سي هذه اذا كنت تحب تربحها ما عليك كان تمشي لاخر الفيديو، معناتها بعد ما تفرش الفيديو كامل تمشي لاخر الفيديو تلقى ستيبس كيف تنجم تربحها باش تشارك في الجيف واي نتاعنا عليها اللي سبونسورد باي ام اس اي. سو من غير ما نزيدوا في الحديث يلا نبداو الريفيو نتاع الام اي سي دي اس 300. من بعد ما حكينا على تحفة MSI GK 701، اليوم باش نحكيو على MSI DS 300 اللي هي أقوى سوري عند MSI. كما تعرفوا MSI كانت وما زالت في الواجهة متاع الـ PC Hardware من سنين وفي منافسة كبيرة مع ASUS، لكن اخطأت خطوة جريئة بدخولها العالم متاع الـ Gaming Peripherals اللي غازيته شركات عملاقة كما Corsair و Logitech، والمهمة باش تكون صعيبة. وصول البرودويات متاع MSI لتونس بأسوام هايلة دليل أنه المرشد التونسي باش يتحسن بالباهي في المستقبل القريب، فإن شاء الله ربي معنا الناس الكل. نرجعوا للـ MSI DS 300 ونبداو بالبيلد كواليتي. السوري مصنوعة من بلاستيك قوي وحطني مرتاح في صورة تطيح السوري. الكونفور بوان فور بالنسبة للميسي دي اس 300، الفريم طويل ويسبورت اليد بالباي والديزاين ارغونوميك للعباد اللي تستعمل يدها اليمين. بالنسبة للجناب ما نلقاوش بلايص نحطوا عليها صوابعنا، اما لاحظت انه صوابع يلقاو بلاصتهم بالوقت وبطريقة طبيعية. اللوطة نلقاو 4 بي تي اف اي فيت اللي يخليو السوري تتحرك بسهولة على اي سيرفاس تحط عليها، وعلى جنب نلقاو تكستشرد جريب اللي يحط يدك تكبس منيح على السوري ما غير ما تفلت. بالنسبة للكابل نلقاوها بريدد ومحطوط على يسار السوري بطريقة تحطه ما يمسش التابي جملة. وبالنسبة لليو اس بي كالعادة مدهون بالذهب، وهذه هي حاجة تعودنا عليها من عند MSI. MSI DS 300 زينة وتوزن تقريبا 152 جرام، وهذا يعتبر وزن متوسط بالنسبة للموبا بلايرز اللي فضلوا السوريات الخفاف. أنا جربتها في تريحات لولو ما قلقتنيش حتى طرف، وزادت نجم تعمل إكيليبر للوزن بالأوزان اللي يعطيهم لك، وكل وزن يوزن 4.5 جرام، وهكاك تنجم تكيليبري السوري نتاعك كيما تحب أنت باش تناسب الفورس نتاع يدك وين تحب البوا نتاع السوري كونسونتري في أماشيره، يعني على اليمين ولا على اليسار. MSI استعملت في البوطون نتاع السوري هذه الأمرون سويتشز، خليكم تسمعوا الصوت نتاع لي سويتش هذوما. رغم اللي الامرون سويتشز معروفين بخفتهم، اما فما شويه رزهم بارابور للستيل سيريز سانسي والا لوجيتيك جي 5 و2، وهذا حسب رايي السبب نتاعو الطول نتاع السوري. في كل احوال النزله نتاع سويتش طياره وخلتني ساتيسفي. هي في الاخر حكايه تفضيل، اما نظرا للوزن نتاع السوري تحس انها تمشي مع الاف بي اس بلايرز وسيرتو اللي يستعملوا برشا سنايبرز ولا يسوقوا الفيكلز. وحتى بالنسبه للموبا ما قلقتنيش، اما ديما السوري الخفيفه تكون خير بالنسبه للموبا جيمز كيما دوتا 2 وليج اوف ليجندز. بالنسبة لي بوتون الاخرين كيف كيف الاكشويشن متاعها رزينة، اما ما قلقتني الجملة. الدي بي اي باتن محطوط بارفيتمون، وسكرول ويل مصنوعة بالمطاط والريبونس متاعها طيارة برشا وبريسيز، وكي تنزل عليها مستحيل تغلط وتنزل على دي بي اي باتن. وحتى في الحالة هذيك عندك انديكاتور ليد على جنب فيه تروا ليد ماهمش ار جي بي مالوريزمون، وبحذاهم دي بوتون يعاونوا في النافيغاسيون والا تنجم تحطهم ماكرو في لي جو. نتعداو الأهم حاجة في السوري، السنسر واللي هو الأفيجو 9800 واللي موجود في كثرة في الاندستري متاع الجيمينج مايس في وقتنا. السنسر يلقط منيح على السيرفاس الغامقين الفاتحين وحتى على طاولة اللوح متاعي أموره 5 على 5. بالنسبة لللايتنج اللوجو هي الحاجة الوحيدة اللي تنجم تبدللها اللون، يعني الليد اللي في الدي بي اي باتنز والدي بي اي انديكيترز ما يتبدلوش، هذا الكل يصير بالسوفتوير الانكلودد مع الام اي سي دي اس 300. السوفتوير متاع الام اي سي دي اس 300 مزيان والاستعمال متاعو سهل برشا. علول نلقاو المين كنترول، هوني تنجم تسجل لي كاتر بروفيل متاعك وتبروغرامي لي بوتون متاع السوري كيما تحب انتي. من بعد نلقاو السيكسيون بيرفورمانس، وهوني تنجم تبدل الدي بي اي، الماوس سبيد، البولينج ريت، الدبل كليك سبيد، السكرول سبيد والليفت اوف ديستنس. وكيما تشوفوا تنجم تبدل كل شيء في السيتينجز باش السوري تتناسب معاك ومع ستيل لعبك ومع الجونر بتاع الجو اللي تلعب فيه. السيكسيون الثالثه نلقاو فيها الاوتي اللي نسجلوا بها لي ماكرو مع اوبسيونات كيما الديلي تايم. السيكسيون الرابعه نلقاو فيها اللايتنج اوبشنز اللي هما صحيح بعاد على النيفو نتاع الكورسير والكروما مثلا نتاع ريزر، اما يقوموا بالواجب. تنجم تبدل لي كولور، الانتونسيتي واللايتنج افكت، الوحيد الموجود هو البريذنج مود. واخر سيكسيون هي السيبورت باش يعاونوك في فهمان السوري وحل المشاكل نتاعها. دونك باش نلخصوا، الام اي سي دي اس 300 سوري طياره من كل النواحي ما عدا البوا واللايتنج اوبشنز. السوري تنجم تكون رزينه لجماعه الموبا، اما ممكن تكون شوى طياره لجماعه الاف بي اس والتي بي اس. وسوري بيرفكت للديلي يوز كالانترنت والفيديو اديتنج. بالنسبه لي اللي عاونتني برشا في السوني فيغاس بالماكرو باتنز باش نعمل شورت كاتس وحكايات هكاك في السوني فيغاس. اللايتنج اوبشنز ليميتي شويه بارابول للريزر كروما، اما اذا ما يهمكش برشا في حكايه الار جي بي ما هياش حكايه كبيره. السويتش ستايرين
مزيانين، الديزاين ارغونوميك ومزيان، اي سورتو مرتاحه برشا. هذاك علاش الام اي سي دي اس 300 تحققت الدام جود اوورد. سو ان شاء الله عجبكم الفيديو. هذه كانت الريفيو نتاع الام اي سي دي اس 300 اللي هي هذه اللي تنجموا تربحوا عليها. كما قلت لكم باش نعملوا عليها جيف اواي بمناسبه ان قفلنا 5000 ابوني، دونك ثانك يو سو ماتش. دونك مبدينا الشان نتاعنا ولات سبونسوريزي من عند ام اي سي، دونك بالمناسبه هكايا اقترحوا علينا نعملوا الجيف اوايات هذوما. واول جيف اواي باش تكون على 5000 ابوني، كل ما يتزادوا 1000 ابوني للشان انا نصيب جيف اواي جديد. دونك بالنسبه للجيف اواي هذايا باش تدخلوا سهله برشا، باش نحط لكم اللين معناها في بلاصه من معناتها من اللي تشوفوا فيه تويكا ولا في الديسكريبسيون في لي كومونتير في كل بلاصه تقول لي اللين هكايا فيه سيت معناها نتاعنا تاع تونيزيان جيمرز، تدخل تلقى ارتيكل معناها تاع الجيف اواي وتلقى لابليكاسيون غليم 1.io. دونك هي سيت نتاع جيف اوايز وكل يخدم بسيستم انتريز، دونك الانتريز هذوما تربحهم على قد ما تعمل بستيب بستيب. الستيب الاولى باش تكون انك تعمل لايك للفيديو، وستيب ثانيه باش تكون انك تعمل سبسكرايب، الستيب الثالثه انك تعمل بارتاج للبوست ونحط معناتها ديجا تلقاوها في السيت ولا تحط لكم اللي نتاعها في الديسكريبسيون، والستيب قد عملنا تو عملنا ثلاثه دونك هذه الرابعه. الستيب الرابعه انك تعمل لايك الباج ام اي سي افريك دو نور افريك دو نور، وخامس ستيب هي انك تعمل لايك الباج تونيزيان جيمرز. دونك نعاودها لكم، لايك للفيديو هذايا، سبسكرايب لشان تونيزيان جيمرز، بارتاج للبوبليكاسيون باش نحطوها لكم اللوطه، لايك لا مش لايك الباج ام اي سي افريك دو نور، ولايك الباج تونيزيان جيمرز. دونك خمسه ستيبس سهلين برشا، بالابليكاسيون يكونوا اسهل برشا، ولي عندك 5 انتريز مش بالضروره تعملهم كل تنجم تعمل باربع انتريز ولا حتى ثلاثه ولا اثنين، اما قد ما تزيد الانتريز الابليكاسيون هيك تحط معناها الشانس ليك باش تربح اكثر. معناتها الاختيار نتاع الوينر باش يكون بالابليكاسيون، باش يكون قدامكم معناها لايف في التويتش ولا في اليوتيوب، الأكثرية في اليوتيوب نكون معكم انا لايف ونختاروه معناها نعمل بالابليكاسيون ويخرج لنا الوينر وهكاك ننصيوه ونهار باش نختاروه. هذا كل يصير نهار نقفلوا 6000 ابوني، يعني نهار الشان تونيزيان جيمرز يولي فيها 6000 ابوني انا نعمل اللايف هنية وننصي الوينر ونبعثه له معناتها يكونتاكتيني ونعطيه الادريس ونبعثه له الام اي سي دي اس 300. سو هذوما هكا الستيبس هكايا باش تدخل في الجيف اواي اذا كان عملتهم كل تكون دخلت في القرعه نتاعنا، وان شاء الله نعملوها نهار نقفلوا 6000 ابوني. والفيتيس اللي باش نختاروا فيها معناتها باش نوصلوا 6000 ابوني تعتمد عليكم انتم، اذا كان معناتها في وصلنا 6000 ابوني معناها سي بون نلونسيو جيف اواي اللي بعده ونبداو هذايا معناتها نعطيو هذايا، واذا كان وخرنا ترجع لكم لكم انتوما. دونك ثانك يو سو ماتش جايز على 5000 ابوني، ان شاء الله مازلنا نقدموا مع بعضنا للبعيد، وثانك يو سو ماتش نعاود فيها اما بالحق ثانك يو سو ماتش. كان معكم احمد كاف وموقع تنيزي جيمرز، اذا كان عجبكم فيديو حطنا لايك، اذا كان ما عجبكمش حطنا ديسلايك، ومستحسن تقول لي علاش في الكومنتير باش نحسنوا علاش عملت ديسلايك باش نحسن من روحي. سبسكرايب في الشان وبارتاج للفيديو، ثانك يو سو ماتش. كان معكم احمد كاف وموقع تنيزي جيمرز، تشاو.